مساء الخير. بلشوا المصريين بالاحتفال بعيد شم النسيم من أكثر من 5000 سنة، وصار بالعصر الحالي عيد شعبي بيحتفل فيه أهالي مصر، وأعياد الفراعنة كانت ترتبط بعلاقتها بالطبيعة، كرمال هيك بيحتفلوا المصريين بعيد فصل الربيع أو شم النسيم ومعناته بستان الزرع، عندما بتتفتح الورود وبتزهر الأشجار وبترجع الحياة بتنتعش بالطبيعة، وبحل عيد شم النسيم كل سنة يوم الاثنين بعد أحد عيد الفصح المجيد. بالعودة لطقسنا، طقس ربيعي متقلب مسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، الحرارة عم بتكون معتدلة والرطوبة معتدلة، البحر معتدل حرارة 118 درجة، والليلة طقسنا بلبنان رح يكون غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة، ولبكرة طقسنا رح يكون غائم جزئياً مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة. وهلأ منبقى بجولة على درجات الحرارة، رح تسجل الليلة على الساحل 14، على المرتفعات 9، بنبقى 5 والأرض درجتين، وجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل لبكرة ببعض المناطق اللبنانية. إذن بليسة 22، الأشرفية 24، ننتقل من بعدها إلى عبرة 23 وآنا 22، يحمر 18، وننهي مشوارنا بحصرون 12. أما الرطوبة فبتتراوح بين 55 و85% حرارة سطح الماء، 19 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، ورياح بتكون جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس الليلة واليومين اللي جايين؟ لليلة 14 أدناها وأقصاها 23، نهار الاثنين الطقس كتير حلو مشمس كليا، وبتنتقل درجات الحرارة من 15 لل24، والتلاتة من 16 لل25. وهلأ بنبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. عمان 24، دمشق 27، وننتقل من بعدها إلى الجزائر 22، والرباط 20، وباريس 12. وهيدا كان كل شي. باي.